السلام عليكم أسيري. وعليكم السلام. أنا المختار باتوريا، هذه جارتكم الجديدة اللي هنا. مرحبا أسيري، متشرفين. بارك الله. أرأوف. نعم. شكون في الباب؟ هذا غير السي المختار. السلام لله، كي دايرين؟ لاباس. أنا المختار باتوريا، هذه اللي عاد سكنت حداكم هنا. الله يرحم لك الوالدين إلا جات على خاطركم، إلا ما تهلاو فيها وردوا لها البال، رغب وحدها مسكينة. راهي ما راه سيدي هذه ما عندهاش مناش تخاف. اي عارفه لاله، ولكن غاديروا جهدكم وردوا لها البال شويه، الله اللي غيجازيكم ان شاء الله. ان شاء الله. بارك الله فيك. السلام عليكم، انا لطيفه ماما توريا الجره الجديده ديالكم، هذه حلاوه ديال الدار. لا ما كاينلاش لاله. والله لاله ما تردي عندناش. لا ما كاينلاش. شد الله يجازيك يا سيدي. بارك الله فيك. لا لا هاد باباك صافي تفضى ما بقاش هكا الزهره ديالو. بابا الصراحه بغيتي تهضر مع الجيران، انا راه العقليه مبدله ماشي بحال جيراننا في المدينه عارفيننا كابرين معاهم، حنا راه كاع ما يفهموا لك هذا الشيء. الله يهديك يا بنتي، الله يهديك. اش من مبدلين ما مبدلين، راه كلشي البشر بحال بحال، واش انا غتوريني فيهم؟ والله الا بابا راه الناس داخلين سوق راسهم هنا وكل واحد سد عليه بابه وكاع ما كيهضروا. كيفاش داخلين سوق راسهم؟ ما شفتهمش كنبلقين عينيهم فينا حنا؟ طلعنا يطلعوا معنا، هبطنا يهبطوا معنا، ما شفتيهم؟ على البركاك على خويا يعطيهم العمل ان شاء الله. راه عادي بابا يطلعوا، راه كنطلعوا نهبطوا في الرحيل عادي يشوفوا هذا الشيء. شوفي بنتي الله يرضي عليك، الجيران ما تصريهمش عليك، هذاك الشيء ديال اعطيني خرقوم، اعطيني ملحه، اعطيني بزار، اعطيني بصل، اعطيني مطيشه، داك الشيء حيديه قطعيه معاه. انا كنقول لك راه الا مشيتي تدسرتيهم راه يقتلوك على الدقان. هادشي ها اللي قلنا. لا غير خليك بابا. لا لا خليني انت. الله يخليك، الله يعطيك سر سير ترتاح. الله ما يدير. عمر صافا توريا؟ صافا عمر الحمد لله، انت مزيان؟ الحمد لله. ياك ما مبرزتكش؟ لا شنو هادشي اللي جيتي دير معايا صواب؟ جيتي نقول لك مبارك مسعود الدار. الله يبارك فيك. مساء الخير. الله يبارك فيك عمر، شكرا. عمر راك عارف دابا. شنو عارف؟ وانا ملي تسكنت بوحدي مابقيتش مع بابا. مشى الحال دابا الليل، انا نخطيتي. واخا. صافي تنجي نشوف الدار في النهار ان شاء الله. واخا كون عمي المختار. تصبح على خير. تصبح. توريا ما دخلوا. وشنو؟ كيفاش شنو؟ واش انت كيسحب على الجيران؟ قلت لك سير عمر. وعلى شنو؟ ما يمكنش تدخل عندي في هذا الوقت، راه وليت ساكنه بوحدي. ما انت معنا. سير تنشوفك غدا. تصبح على خير. تصبح على خير. اسمح لي. لا لا انت اللي اسمح لي، انا ما